السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة في حلقة جديدة من اسأل ميكانيكي. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن مشكلة تقول الكلاتش والصوت اللي بيجي في البدال بتاع الكلاتش، اللي هو البدال نفسه، الصوت اللي هو الصفرة والصوت اللي هو التزييقة ده. الصوت ده بيبقى من البدال بتاع الكلاتش، اللي هو البدال ده. دلوقتي انا اقول لكم المشكلة فين بالظبط والمشكلة حلها ايه. المشكلة ان البدال ده فيه جلبة، الجلبة اللي هي بتركب عند علبة الكلاتش، الجلبة دي بتتاكل، فبتخلي البدال يجي بزاوية، ما بيجي زاوية بيعمل الصوت ده وبيتقل معاك الكلاتش. فاحنا هنفكه ونركب له جلبة جديدة عشان يبقى الكلاتش خفيف وما يبوظش الجير ولا حتى يبوظ علبة الكلاتش اللي هي اللي فوق. هات العربية، اهيت معانا عربية سوزو 2016، بعد كده هنفك الوش ده وهنفك بدال الكلاتش نفسه وهوريكم المشكلة في ايه وحلها يتعامل ازاي. سامعين الصوت ده اللي هو التزييق، اللي هو ده بتاع الكلاتش، وكمان بدال تقيل جدا ازاي. كل ده غلط، ده غلط على الجير وغلط على رجلك، بيتقل في رجلك، بيتعب رجلك، وغلط على علبة الكلاتش عشان البدال ما بيروحش عدل فبيجيبها بجنب، هو بيعمل التزييقة دي. والتول بتاع الكلاتش اللي انتوا سامعين الصوت ده هنحل مشكلته دلوقتي بحاجه بسيطه جدا. هنفك الجزء ده وهنطلع البدال وهوريكم الجلبه بايظه ازاي وهنعمل في الجلبه ايه. ودلوقتي هنفك الجزء ده عشان نطلع البدال بتاع الكلاتش. هو بس بيبقى مربوط بالمسمارين دول، اللي هو الواير بتاع الديزل والواير بتاع الكبوت. بعد كده هتشد من هنا بالراحه كده، وشده من هنا كده، ونطلع الفيش. ده كده خلاص. بص بقى كده، تفك العلبة بتاع الفويس دي مسمار 10 من هنا كده، والمسمار ده بقى كده. انت هتلاقي العلبة بتاع الكلاتش هنا اللي هو البدال، هو ده اللي فيه المشكلة كلها، ان السوستة فوق بتاكل في البدال نفسه. عاوزنا هنلحمها لما نطلعها دلوقتي نوريكم اللي هو البدال ده. بنفك الاربع سماويل ونطلع الزغاد اللي هو البنز وخلاص. Thank you.
كده بعد ما فكينا الاربع مسامير هنطلع الزغاد. بعد ما طلعناه معلش المكان صعب شويه بس عشان زنقه. هذا البنزل بتاع الكلاتش زي ما انتم شايفين، جلبه معوجه عشان اتاكلت من يمه، والسوسته خلاص قربت تقطع الصاجه من الليمتين الاثنين. شايفين السوسته المفروض مكانها هنا كده، واليمه التانيه المفروض مكانها هنا برضه كده. وادي المسمار معوج، ده بقى غلط، ده بيبوظ علبة الكلاتش دي، ما بيخليهاش تروح عدلة، بتخليها تروح كده زي ما انتم شايفين كده، فبالتالي بيبوظ العلبة نفسها وبيتقل معاك الكلاتش وبيعمل صوت. بعد كده هنوديه المخرطة هيعمل له جلبة وهنكمل احتلالات لحام، النحاس مش مشكلة أو حديد مش مشكلة، أهم حاجة تخلي السوس ترجع مكانها تاني عشان تديك نفس القوة اللي كانت فيها قبل كده. لما نخلص بقى ونعمل الشغل ده على المخرطة هنوريكم البدل بعد ما خلصناه. وبعد كده وديناها المخرطة ننضف الجلبة القديمة وهيعمل لها جلبة جديدة. وده البدال بعد عملنا له الجلبه الجديده مكانها هنا اهي، والحمل مكان السوسته اللي هي كانت خلاص هتقطم الصاج. عملنا جلبه جديده كلها حديد، زي ما انتم شايفين كده. وبكده هتمنع الصوت اللي هو الصرخه اللي كانت في البدال وصوت الزقزقه وتقل كلاتش، يبقى معاك الكلاتش خفيف، وكده انت هتحافظ على الجير وهتحافظ على علبه الكلاتش من البوظان. خلاص كده بقى عملنا الجلبه الجديده ولحمنا هنا، هنركب البدال زي ما انتم شايفين كده، هيركب برضه زي ما هنطلعه. اهم حاجه بعد ما نخلص نخليه الفصله بتاعته على الربع عشان تحافظ على الكلاتش. وبعد كده هوريكم بعد ما نخلص خالص، هوريكم العيار وهوريكم الصوت من ال بعد ما عملنا الجلبه وعملنا كل حاجه، صوت الصفرة وصوت التصفيره ده راح خالص. بعد ما نقفل هوريكم الفيديو عشان ما اطولش عليكم. بس كده خلاص بعد ما ركبنا وكل حاجه تمام
هوريكم بقى الصوت عشان تشوفوه قبل ما اركب الفبره دي كمان. هذا البدله اهو بقى خفيف خالص بايدي اهوت وما عادش صوت الصفره والبدال بيروح عدل كده تمام. الكلام واضح خالص بايدي مش برجلي وخفيف خالص اهو وما عادش فيه بوش وكل حاجه بقت تمام وبقى خفيف جدا تمام. دلوقتي هنقفل واوريكم العيار بتاع الكلاتش اللي هو ايه بتاع الشركه نفسها، عيار الكلاتش اللي هو ازاي يفصل من الكلاتش عند قد ايه والمسافه قد ايه. وخلاص كده بعد ما قفلنا كل حاجه انا هوريكم بقى الفصل بتاع الكلاتش المظبوط. انت كده المفروض بتدوس، انا بس بعمل لكم بايدي عشان ايه يبقى واضحه. هذا الكلاتش جه للاخر وديت انا الجير واحد ونزلت اليد، شوفوا الكلاتش هيتحرك العربيه هتتحرك معايا في الربع ده العيار المظبوط. شوف يا دوبك الربع طلع العربيه اتحركت، ده هو عيار الشركه نفسه، ولا اكتر من كده ولا اقل من كده. اقل من كده هيعمل صوت في الجير وانت بتنقل الغيارات، واكتر من كده هيطلع ريحه الاسطوانه تمام. هو اللي هو الربع العيار بتاعه بالمسمار ال 12 اللي جوه. وخلاص ويا ريت ما تنسوناش في دعم القناه ولايك واشتراك، واي حد عنده سؤال يكتبه لنا في التعليقات.